في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان لضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، قامت الوزارة بشن حملات تفتيشية لمراجعة التزام المنشآت الغذائية بتطبيق معايير وضوابط سلامة وأمان الغذاء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها تزامناً مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. الخطة بتاعتنا كانت بتشمل تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء صحي وآمن للمستهلكين أثناء فترة الأعياد. بنكثف الرقابة على المنشآت الغذائية، بنكثف الرقابة على الأسواق، بنكثف الرقابة على وسائل النقل للحوم عشان نضمن إن اللحوم اللي واصلة للمستهلك لحوم آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي. احنا ان شاء الله الخطه طبعا بصدد تنفيذها بقى لنا 15 يوم، وطبعا بنمر الاماكن المستهدفه بتاعتنا، اماكن عرض اللحوم، المطاعم، الفواكه، الخضروات، واحنا بنستهدف طبعا ان احنا نطمن على المنشآت نفسها، النظافه العامه بصفه عامه على كل الاماكن، الاشخاص، الادوات، بما فيها طبعا النظافه الشخصيه للعامل.